عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم جنات
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا يا أيها النبي يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أكسيد الله يبارك فيك كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ونجني من فرعون وعملك ونجني من فرعون وعملك ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها Hey!
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير. بسم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا.
حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا وكان سعيكم مشكورا صدق
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، وترى كل ما فيها سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع آيات نسك الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة الفضيلة القارئ شيخ محمود محمد الخش في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كان معنا فيه أيضا فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط في لقاء قرآني طيب كرمنا فيه الوالد الكريم الراحل عم الحج سعد السباعي رحمة الله عليه ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراش الذهبية الكبرى لؤلؤات السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادك الأستاذ محمود البيلي الأصيل وتلألأ المكان بأنوار أضواء المدينة تحت قيادة الحج درويش السيد درويش صاحبتنا الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بالإبراهيمية الشرقية قام بالخدمات الفندقية المتميزة معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك